أسئلة الزمالك بقى دي، يعني طبعا حضرتك واحد من نجوم نادي الزمالك، وطبعا تشجيعك الأول والأخير هو الزمالك. كابتن معتمد جمال، 5 ماتشات ب5 انتصارات علامة كاملة، 3 في الدوري، 1 في الكاس، و عفوا 3 في الكونفدرالية، 1 دوري، 1 كاس. هل أنت مع استمراره لنهاية الموسم بعد النتائج دي، ولا ما زلت شايف زي ما ناس كتير برضه شايفة ان الزمالك بحاجة الى مدير فني اجنبي؟ بص يعني خلينا مبدئيا معترفين ان الكابتن عامل حاجه، كابتن معتمد عامل حاله جوه الفرقه، حاله كويسه، وده واضح من تعامل اللعيبه معاه، وواضح من قرب اللعيبه منه، اللعيبه واقفه معاه بشكل كبير جدا، ودي تحسب للكابتن معتمد وتحسب للعيبه برضو الكبيره اللي موجوده في الفرقه واللمه اللي موجوده يعني. والحاله اللي حصلت في ماتش بيراميدز وبعد ماتش بيراميدز هي السبب في ان الفرقه واقف على رجليها. واقفة على رجليها في الحالة لحد دلوقتي، في الحالة ديت لحد دلوقتي. أنا مش مع إن كابتن معتمد يكمل لوحده لآخر الموسم مع وجود مدير فني أجنبي، بس دوت بيرتبط بإن أنت هتفتح قيد مش هتفتح قيد، هتجيب صفقات مش هتجيب صفقات، دي كلها التلات حاجات دول مرتبطين ببعض، أولا تفتح قيد، تجيب صفقات، مدير فني أجنبي. طيب ما هو اللي بيقال حاليا ان الزمالك وحالته الماديه، ده لم يصرح بيه بشكل رسمي من الزمالك، ولكن تقارير على الاقل بتقول كده، ان حاله الزمالك الماديه لا تسمح بالاثنين معا، اما ان انت تجيب مدرب اجنبي وما تفتحش القيد، تؤجل لغايه دفع الغرامه وفتح القيد، او ان انت تفتح القيد وتجيب صفقات في يناير، بس مش هيبقى معاك فلوس تكمل ان انت تجيب مدرب اجنبي. فلو كنت صاحب القرار وعليك ان تختار بين الاثنين دول، هتختار ايه؟ هو انا يعني انا مش هحط نفسي في حته صاحب القرار، انا دلوقتي مشجع للنادي طب تفضل ايه كمشجع؟ لا انا مش هفضل يعني افضل الاثنين مع بعض. يعني انا بتكلم بصراحه، انا من اكتر الناس اللي دعمت المجلس دوت قبل الانتخابات، وكنت مع الناس وكنت عايزهم ينجحوا فرد فرد في النادي، وهم قالوا كلام بيتهيألي هم أدوا، يعني انا بيتهيألي يعني هما وعدوا ان فتح هم القيد هيبقى قبل يناير. قبل يناير، وهم قالوا موضوع فتح، والكابتن حسين لبيب نفسه طلع يتكلم قال في الحته قبل ما ينجح في الانتخابات، اول حاجه اعملها من تاني يوم هفتح القيد. احنا انا عارف اللي هي من تاني يوم ديت مجازا، يعني اللي هو في يناير هيفتح في يناير يعني، فانت طالما قلت الكلمه فطبيعي ان انت تبقى بس هما ما وعدوش ان هيبقى في مدير فني اجنبي. هم ما وعدوش بديت طبعا، بس ده طبيعي قالك بيها يعني، فانت هتفتح القيد. هو ايه اللي هيأثر عليك ان انت تجيب مدير فني اجنبي؟ يعني انت هتدفع له مقدم كبير مثلا، ولا هتدفع حاجه كبيره؟ ما هو برضه مبلغ انت هتتكلم، حتى لو هياخد شهر مقدم، ما هو ده برضه مش مبلغ اللي هو الواو يعني، ان انت تقدر تتعاقد مع مدير فني فلازم اجنبي، الاثنين مع بعض. فلازم الاثنين مع بعض طبعا، ولازم يكون في نص الاثنين تشتغل على صفقات تبقى موجوده معاك، تقدر تكمل معاك البطولات اللي انت بتلعب فيها، بطوله الكونفدراليه. الناس شايفه ان احنا ماشيين في المجموعات كويس، لا المجموعه اسهل مما فرق يكون طبعا يعني، سهلة، لكن بعد كده هتعدي هتلاقي فرق صعبة بعض جدا وملاعب البركان. مليانة جمهور، وموضوع مش سهل يعني.